مشاهدينا أهلا بحضراتكم من جديد. بالتأكيد أسعار الدواجن والبيض من أهم الأخبار التي يبحث عنها المواطنين بشكل يومي، خاصة بعد حالة الاضطراب التي شهدناها خلال الفترة الأخيرة. ولكن بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان من الدواجن البرازيلية، بدأت الأجواء تهدأ إلى حد كبير، وانخفضت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ. ولكن الخبر المنتشر أكثر الآن هو أن هناك توقعات بالمزيد من الانخفاض في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك. فما مدى صحة هذه التوقعات؟ هذا ما سنعرفه من خلال تصريحات نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، والذي أكد صحة هذه التوقعات، وأوضح أنه قد يحدث انخفاضاً كبيراً في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب المجهودات الحكومية التي نشهدها خلال الفترة الأخيرة من إفراجات عن الأعلاف المحتجبة أو دعم المربيين بإلغاء الضرائب العقارية على المزارع. ذلك إلى جانب طبعاً قيام الحكومة باستيراد الدواجن البرازيلية المجمدة، وتوقع أن أسعار الأعلاف التي ما زالت مرتفعة إلى حد ما ستقل مع الإفراجات المتتالية عنها. ووضح نقيب الفلاحين أن أسعار الدواجن تخضع لسوق العرض والطلب، ومن المتوقع أن يزيد الطلب عليها مع دخول شهر رمضان، إلا أن صيام الأخوة الأقباط بالطبع سيؤدي لتراجع البعض عن الشراء، مما سيقلل الطلب على الدواجن، ومن هنا سيحدث توازن في الأسعار بالأسواق. ومن المتوقع أن تتراجع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان إلى ما بين 60 ل 65 جنيه للكيلو في الأسواق، وسيصل سعر البنيه إلى 120 جنيه. ده بالنسبة لتوقع أسعار الفراخ في الفترة المقبلة. أما عن أسعار الدواجن اليوم، فقد انخفضت أسعار الدواجن الساسو ووصلت إلى 88 جنيه في المزرعة و100 جنيه للمستهلك، وسجل سعر الدواجن الأمهات نحو 60 جنيه للكيلو للمستهلك، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 70 جنيه، ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 77 وحتى 80 جنيه. كمان انخفض سعر كيلو البنيه 50 جنيه من أعلى سعر وصل ليه، وهو 220 و200 جنيه، وصل النهاردة إلى 140 و150 جنيه، وفي بعض المحلات كان أعلى سعر ليه هو 160 جنيه. أما عن أسعار البيض اليوم، فقد انخفضت أيضا أسعار كرتونة البيض الأحمر وسجلت سعر 97 جنيه بعدما وصل سعرها إلى 115 جنيه خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بالسعر 100 جنيه. وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 105 جنيهات بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيه. أما سعر كرتونة البيض الأبيض فوصل ل 95 جنيه بعد ما كان متوسط سعره 112 جنيه، وبتوصل للمستهلك بسعر 100 جنيه. وفي النهاية طبعا بنتمنى بالفعل أن تصدق التوقعات وتنخفض أسعار الدواجن بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم. كل عام وأنتم بخير، وبكده تكون انتهت تغطيتنا. نشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. We'll be right back.